نذر نفسه للناس منذ أن بدأ يتعرف إلى الناس، ونذر نفسه للوطن. رجل تجتمع في شخصه أجمل صفات الإنسان، فهو كبير في تواضعه، وكبير في محبته، وكبير في علمه وفكره، وكبير في عطائه ووفائه، وفي إخلاصه وصدقه. بره بوالده الكبير الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان رحمه الله كان مضرب مثل، أما بره بالناس فهو المثل. ولن أطلق العنان أكثر بقلمي، فالشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان من لا يعرفه؟ وزير التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فأهلا بك معالي الشيخ في هذا اللقاء المميز. نحن الأخ وقابي تخرجنا من مدرسة المقبول للوالد الشيخ زايد الذي كان من أولوياته هو الاهتمام بالإنسان في كل مجالات بناء الحياة، وبالذات التعليم، من يكون هو السلاح الأجيال القادمة لمواجهة تحديات القرن 21 والعصر وتحديات متطلبات الحياة. I am delighted that you are joining with us in the quest to make Zayed University one of the global leaders in higher education. ضيفنا اليوم شخصية مميزة، فهو يقود مسيرة فيها ضوء، فيها أمل، فيها حياة، مسيرة تتجه مباشرة نحو المستقبل. إنه الدكتور عبد اللطيف الشامسي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أنشأ بمبادرة كريمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف إعداد جيل من الشباب المواطن القادر على تشغيل وإدارة مؤسسات الصناعية في الدولة. فنعد الشباب من مراحل عمرية مبكرة ابتداء من الصف التاسع. أي سن تقريبا؟ 14 تقريبا، 14-15. يبدأ معنا الطالب، نضع له مسار الهندسة والتكنولوجيا، نبدأ نعرفه على أساسيات الهندسة والتكنولوجيا وما هي الفرص اللي أمامه. فكان يهمنا جدا أن نثير اهتمام الطالب في هذا التخصص، ونثير يعني المجالات اللي يحب يدرسها من خلال التدريبات، من خلال الورش العمل، ومن خلال كذلك التدريب الصناعي اللي هو جزء من منظومة التعليم. فهذا المعهد يوفر القاعدة، خلنا نقول الأساسية، التي ممكن يبني عليها البرامج ما بعد الثانوية. عمره لم يتجاوز 34، ولكنه على رأس مشروع تحويل أبو ظبي إلى مركز عالمي لصناعة السينما. يدير برنامج شاعر المليون وأمير الشعراء، وعاش 7 سنوات في لوس أنجلوس. يعشق الموسيقى الكلاسيكية، ويطربه أيضاً جابر الجاسم. تدرب على التخطيط والتنمية، ولكن في داخله فنان. يشجع فريق مانشستر سيتي ويدمن شرب القهوة. يهوى اقتناء الساعات ويقتني جمل. يؤمن أن المستقبل هو ما نتخيله اليوم. من هو؟ القمة يبدأ الآن. أخ عيسى المزروعي، كيف بيشوف السينما في أبو ظبي عام 2030؟ روح صلاة العرض أنها تكون أفلام إماراتية، أو على الأقل مشاركة عربية إماراتية. يكون عندنا كتاب ونقاد ومخرجين. كم ميزانيتكم لإنتاج هالأفلام والقيام بهالمشاريع؟ هو $1 مليار.